وأن من أعظم أسباب عدم قبول الإنسان للحق وعدم إيمانه به الكبر، وأن أكثر الأسباب المانعة لقبول الحق ليست راجعة إلى قضايا موضوعية، يعني إلى قضايا في الحق نفسه، لا أنه ملتبس ولا غير واضح وإلا غير مقنع، لا، هي قضايا نفسية عند الطرف الآخر، إما حسد أو كبر أو اتباع الآباء والأجداد ونحو ذلك، أو خوف على الرئاسة ونحو ذلك. ولذلك تجد سبحان الله كلما خف الكبر وقل في الإنسان سهل قبوله للحق، سهل قياده وقبوله الحق واقتناعه به من حين ما يبين، حتى لو كان من هو أصغر منه جدا. طبعا مصداق ما ذكرته في الأول قول الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، صحيح. وقال أيضا في أخرى إن في صدورهم إلا كبر، إلا كبر ما هم ببالغين. مرة جاءني فرنسي فقال لي أنا أريد أذهب للدعوة إلى الله عز وجل، قلت أدعو في بلدك، أقول له، قال لا 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 هذا مستحيل. قلت ليه؟ قال نحن الأوروبيون فينا كبر ما نقبل الحق وخصوصا منكم، يقول لي كذا والله، يقول نحن عندنا كبر. هل تصدق أن الشخص الواحد تجلس معه 10 سنوات حتى يقتنع بما ويقبل الحق، حتى يقبل الحق؟ طيب يعني هل الحق ملتبس إلى هذه الدرجة؟ قال لا، يبقى في صراع مع نفسه، هل يذعن؟ معقول هذا الحق جاء من هؤلاء العرب اللي بيننا وبينهم تاريخ وصراع طويل، أنا في النهاية أروح أتعلم عنده وأثني ركبتي عند فلان وفلان من هؤلاء العرب اللي نعتبرهم نحن يعني أشبه الحيوانات؟ شفنا الكبر اللي عنده. إذن ماذا تريد أنت الآن؟ كان أريد أدعو في غيرهم، غيرهم أخير منهم. وبالفعل سبحان الله ذهب إلى دولة أفريقية وبدأ يدعو، واكتشف أن الناس مختلفة تماما عن النفسية الأوروبية. يجلس في المجلس الواحد خصوصا في أفريقيا لأن كانت كثير منها مستعمرات فرنسية، فلما يرونه فرنسي يدعوهم إلى الإسلام يكون أكثر يعني قبولا.